إذن هذه العملية ديال المنتوج بلدي الفداري هي عملية تضامنية اللي الهدف منها هو الدعم ديال التسويق ديال المنتوجات ديال التعاونيات خصوصا الفلاحية اللي هي متواجدة بالمنطقة ديال القنتور الإقليمي ديال اليوسفية ودير الحمنة. وهذه العملية الهدف ديالها هو ترسيخ الحس التضامني لدى المستخدمين والمتعاونين ديال OCP باش انهم يشريو هاد المنتوجات ديال هاد التعاونيات، وخصوصا في الظرفيه اللي هي صعيبه على التعاونيات، الظرفيه ديال الكوفيد. وهاد العمليه هذه يعني كتشمل واحد السله ديال واحد 9 ديال المنتوجات اللي هي متنوعه اللي نتجتها واحد العدد ديال التعاونيات اقترحات بالنسبه للمستخدمين ديال OCP اللي بغاو ينخرطوا في هذه العمليه هذه بواحد الثمن اللي هو رمزي ديال 230 درهم. وهذا الثمن هذا كيضم كذلك حتى يعني التكلفه ديال ديال السرعه ديال هذه السله هذه اللي كتحتوي على هذه المنتوجات هذه كاع كلها. هذه السله هذه او هذه القفه هذه اللي قامت بالانتاج ديالها تعاونيه ديال الخياطه على المستوى ديال مدينه اليوسفيه. في الحقيقه تنبغيو نشكروا المكتب الشريف للشرفات وAct4Community على هذه البادره جد الطيبه اللي قاموا بها من اجل تمكين تعاونيات اقليمي اليوسفيه ورحمنا باش يروجوا المنتوجات ديالهم ويعرفوا بالمنتوجات ديالهم، خصوصا في ظل الظروف الاستثنائيه اللي كنعيشوها كاملين والمتعلقه بجائحه كورونا. وهذه البادره كتجي بالتزامن مع هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان المعظم اللي هو شهر التضامن بامتياز، وكتمكننا كذلك باش نتعرفوا على هذه المنتوجات اللي هي منتوجات ذات جوده عاليه بيو واللي هي مصوبه بالقلب قبل ما تكون مصوبه. شكرا. في اطار الاجراءات التي تقوم بها مديريه موقع القنتور لمحاربه داء كوفيد 19 وتخفيف العبء على التعاونيات المحلية في موقع القنتور التي وجدت صعوبة في تسويق منتوجاتها في ظل هذه الجائحة، أعطيت تعليمات لمواكبة هذه التعاونيات من خلال خلق شراكة ما بين Act4Community قنتور ومديرية العمل والعلاقات الاجتماعية قنتور. ومن خلال هذه الشراكة تم اتخاذ إجراءين مهمين. بالنسبة للإجراء الأول هو خلق رواق لعرض هذه المنتوجات من منتوجات ديال التعاونيات وتمكينهم من تسويق منتوجاتهم بشكل مباشر للزبائن. وبالنسبه للاجراء الثاني يتجلى في خلق مبادره نعتبرها مبادره قيمه، وهي قفه منتوج بلادي، وهي قفه مكونه من منتوجات التعاونيات المحليه للقنتور كتعتمد على روح التضامن اللي بين عليها المتعاون الفوسفاطي باش تسوق هذه المنتوجات وتسوق هذه القفه ولقات استحسان لجميع الزبائن. بصراحه الناس ديالو Act4Community ديما كيفكروا فينا ماشي غير اول مره، وبحكم هذه الجائحه اللي جات التعاونيه ديال اليوسفيه كلشي وقفوا كجميع يعني المؤسسات و يعني الانشطه اللي كنزاولوا. هذا Act4Community فكرت فينا انها تعطينا تسوق لنا المنتوجات ديالنا، لا على طريق الانترنت يعني المواقع ولا يعني تاخذ من عندنا المنتوجات ولا المنتوجات اللي حطات لنا في الكولوما ولا يعني المهم خرجاتنا من داك اننا غير جالسين ما كنخدموش ما كاينش شحال. المهم عطاتنا واحد الامل وعاونتنا في هذه الجائحه باش نقدروا نتحركوا وحتى حنا ندخلوا شي حاجه ديال الفلوس ونعاونوا بها الوليدات والديور ديالنا.